نديروا واحد الجولة حول شوارع المدينة الاقتصادية، مدينة الدار البيضاء. غادي تبعوا معنا اشنو واقع في هذا الصباح. صباح مبروك على الجميع يا ربي. نتمنى ان الناس اللي كيتبعونا انهم يشاركونا المدن اللي كيتفرجوا في البث هذا. صباح النور عليكم والوقت مبروك عليكم. لن تتبقى سوى ايام قليله عيد الاضحى، والله يطول عليكم الصحه والسلامه ان شاء الله. وش شفتوا الاقامه؟ وش شفتوا كيفاش جاكم تمام ديال اضحية العيد؟ واش كاين غلال؟ واش كاين يعني تشكيلة غليلة ولا كاين غلال؟ شنو الرأي ديالكم؟ كنتمنى انكم تخلونا الآراء ديالكم في التعاليق. الله يوفق الجميع يا مبارك على الجميع يا ربي. الله يجعلها يكون بالصحة والسلامة وبشر جميع. كنتمنى من جميع المتابعين الكرام انهم يشاركونا المدن اللي كيتفرجوا في البث المباشر. الله يوفقكم ويوفق الجميع. اذا المشاهدين الكرام كيف ما كتبوا معنا الناس غادي متوجهين الى مراكز العمل ديالهم، فالله يوفق الجميع يا ربي والله يسهل على الجميع. المدينة، مدينة الدار البيضاء. صباح النور عليكم، صباح الخير عليكم الأخ أحمد، أخي يوسف. صباح الخير ناس ميلان، صباح النور عليكم. كنتمنى لكم التوفيق يا رب. تشاهدوا معنا المر من ساحة جميع المغاربة من جميع قطاع العالم. اخ محمد من مدينه خريبكة تحياتي ليك. اخ سامي، ان شاء الله ان شاء الله غادي نكونوا في الموعد.
عليا اخبار ما تحياتي ناس الغالية تحياتي مصطفى العواشر المباركة وجمعة مباركة عليك. شوارع الكبرى ديال المدينه كنتو معنا بالضبط مدينه الدار البيضاء العاصمه الاقتصاديه. شفتو معنا الاجواء كي دايره. شكرا على التتبع ديالكم، شكرا على الوفاء ديالكم دائما. عواشر مبروكه عليكم، كنتمنى ان هذا العيد هذا يدخل عليكم بالصحه والسلامه، ايضا جمعه مباركه للجميع يا ربي. اذا مشاهدينا الكرام غادي نودعكم على امل اننا نتلاقاكم في بث مباشر اخر ان شاء الله. الى اللقاء.